ابو متعب ايه؟ بيت من هذا؟ هذا بيت علي العليوي. والله العليوي ونعم. ابو من هو؟ ابو محمد بن السلام عليكم. اهلا اهلا يلا حيو. طيب جلسه بشير وعيسى وش تذكر منها؟ نعم جلسه بشير الله يرحمه وعيسى ايه وش تذكر منها؟ شلون يعني تسجيلهم اجتمعوا عيسى وبشير؟ اي والله عيسى يعني بشير يسجل يعني ايه؟ عند الحديقه واحد يسمونه الحديقه معروف اي يسجل بشير يسجل واختروني انا ما لقى كمانجيه وحصلوني انا ورحت يعني وغنى بس اغنيه واغنيتين الا بدي اخوات عيسى اسلم اي قال حبيبي عن اذنك خلي يستلم عيسى الكمانجه الكمانجه بعد جيد عيسى وفي شريط اللي يقول اسمه صع البريد بالله هات الرساله وعنواني على ظرف مكتوب هذا الشريط كامل مسجل اي المشير ايوه كامل عند الحبيبه جاي اول مره وش يعني عيسى وبشير كم مره اجتمعوا؟ والله عاد بالضبط ما ادري والله بس ممكن مرتين ورحنا سوق الذهب وغنى على شاف واحدة من الصاغة ذي ذاك الوقت عاد فيه تقصير وغيره قاموا تصند على الجدار من هو؟ انت يا بشير شاف ذي المرة ايه؟ بيشترون ذي والله انا الظاهر طلب من الشاعر انه يلحن لها او يالف لها على طرق ذي سوق الذهب يفرش حرير اشتري دبلم وهذا كذا اي او مرت سوق الذهب مرت سوق الذهب اشتري دبلم قصدي اشتري دبلم هدية للحبيب اللي على بالي صاحب اللي صدقني رايح دبلم في درع وثنايا يا بني حال سلام سلم يعني موقف هذا صار بشير انت كنت حاضر معهم اي معهم نروح نجي وعزم انت يا بشير عند عيسى يعني لازم كراميه وكل شيء يعني. وشلون ترابط عيسى وبشير؟ بالفن بس يعني جد عيسى راح هناك اللي هو الرياض ايه؟ راح الرياض وسجل يعني والتقى وياهم طبعا انا ما رحت وياهم راح يا عيسى هناك والتقى ويا بشير حابين بعض اي طبعا